نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. عيد الغدير يوم فيه تعطر الأرواح بشذا الولاية، فبيعة علي مسك الحياة ونور تستضيء به الأنفس من ظلام الدنيا وهوائها. تغطيتنا لهذا اليوم حول عيد الغدير الاحتفال المركزي هنا في مدينة الموصل، فكونوا معنا في تغطيتنا بهذه المناسبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف
صدق الله العلي العظيم. علي عونا عاشق يهابونا، جعل عونا روح مامونا، لوع البروحة روح مامونا، لوع البروحة طق ما يخطي النخوة ما يبطي، طق ما يخطي النخوة ما يبطي، لوع جاي الطين للحجم الحجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، الله صل على محمد وعلى آله آل الله. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا نريد أن نطيل عليكم أيها الأحبة، نجدد الترحيب والاعتذار في آن واحد، الاعتذار لزخم المكان، ضيق المكان وعدم وجود الكراسي، وفي نفس الوقت الحر، لكن هذا يدلل على مدى ارتباطكم وحبكم لأمير المؤمنين عليه السلام. من أرض محافظة نينوى، هذه المحافظة التي قدمت القرابين، هذه المحافظة التي ادعت داعش أنها عاصمتها، خسئت وها هم أبناء هذه المحافظة يجتمعون بكل أطيافها، سنة شيعة، مسيحية يزيدية، شبيكية تركمانية عربية كردية. هذا الطيف المتنوع من أرض هذه المحافظة الكريمة والأبية تقف مجددا لكي تجدد الولاء والبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام. ونحن نجتمع أيها الأحبة ويتزامن حدث مهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي القرآن الناطق، وأشار إلى القرآن الكريم والمصحف القرآن الصامت. عندما اعتدى هذا اللئيم اللعين الأرعن على نسخة من كتاب الله الكريم في دولة السويد وتحت رعاية السلطات الحكومية والرسمية، ويدعي أنه من هذه المحافظة، نقول له: نحن براء منك، ولا يشرفنا أن تكون من هذه المحافظة. قبل أن أدعو سماحة آية الله إلى المنصة، أريد منكم شيبا شبابا، نصرة كبارا صغارا، نصرة للقرآن الناطق والصامت، أن نردد: لبيك يا قرآن، لبيك يا قرآن، لبيك يا قرآن، لبيك يا رسول الله، ما أسمع، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بعد لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أمير المؤمنين.
لبيك يا أمير المؤمنين. والآن نستثمر الوقت ونطلب من سماحة آية الله المجاهد علم من أعلام مدينة قم المقدسة وعلم من أعلام دولة البحرين الشقيقة، ندعوه لكي يتحفنا بكلماته، فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد سماحة آية الله الشيخ عبد الله الدقاق البحراني، فاستقبلوه بذكر محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أبارك لكم جميعا عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار. إنه الغدير، وما أدراك ما عيد الغدير؟ إنه ذكرى تجديد العهد والميثاق. رسول الله أبو القاسم محمد ينهي مناسك حجة الوداع ويقفل راجعا من مكة إلى المدينة، وفي أوائل الطريق يستريح عند غدير يقال له غدير خم. وقد تفرق من تفرق راجعا إلى بلده، فينزل عليه الوحي بقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فيدعو الرسول صلى الله عليه وآله أن يجتمع الناس، وعمل له منبرا من أحداج الإبل، ودعا علي بن أبي طالب عليه السلام وأوقفه إلى جانبه، ثم خاطب الناس: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فرفع كف أمير المؤمنين حتى بان بياض إبطيهما وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل
وأدر الحق معه حيثما دار. ثم تقدم المسلمون حتى جاء الخليفة الأول أبو بكر والخليفة الثاني عمر بن الخطاب وبايع أمير المؤمنين وقال له: بخن بخن لك يا علي، أصبحت اليوم مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ومن أراد التثبت عليه بمراجعة موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب، 13 مجلد كتبها سماحة آية الله العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله عليه. جال البلدان، ذهب إلى مصر وتركيا وسوريا وجال العالم ورأى المخطوطات والتقى العلماء والأعيان وكتب الغدير في الكتاب والسنة والتاريخ. هذا اليوم يوم 18 من ذي الحجة، ذكرى تجديد العهد والبيعة مع علي بن أبي طالب عليه السلام. يوم الغدير ذكرى تجديد العهد مع الإسلام. يوم الغدير ذكرى تجديد العهد مع رسول الله أبي القاسم محمد يوم الغدير ذكرى تجديد العهد مع الإسلام يوم الغدير ذكرى تجديد العهد والوفاء بالعهد والوفاء للأوطان. إخوتي وأحبتي، إن حقل الورود لا يصبح بهياً إلا إذا كانت الألوان وألوان الورود مختلفة، إذا كانت الروائح واحدة لن يصبح ذلك الحقل بهياً، لكن إذا تعددت الألوان والأطياف وتعددت الروائح وفاحت أطفت على حقل الورود وعلى ذلك البستان البهجة والسرور. هذا الطيف الماثل أمامي من أبناء الشعب العراقي العزيز، من سنة وشيعة، عرب، كرد، تركمان، شبك، إزديين إلى آخره، من هذا الفسيفساء الجميل الذي يشكل عراقنا الجديد، عراق ما بعد داعش والقاعدة وما بعد عملاء أمريكا والموساد والCIA. هذا العراق الجديد الذي قام على دماء الشهداء، 10,000 شهيد قدمتها محافظة نينوى، تاريخ من الدماء من 2014 إلى 2017 حينما حكمت داعش وأعلنت الخلافة الإسلامية من الموصل، وظنوا أنهم سيحكمون إلى الأبد، ولكن شاء الله أن ينقلب السحر على الساحر وأن يتحول التهديد إلى فرصة، ولم يكن ذلك إلا بسواعد أبنائنا ودماء شهدائنا والبصيرة التي يجب أن نتحلى بها. يحدثنا التاريخ أن نابليون الفرنسي غزا روسيا والاتحاد السوفيتي آنذاك
ومر في الطريق وكلما مر استقبله الناس صناطين على اليمين وعلى الشمال، خرجوا لتحية نابليون، لكن ما أثار حفيظة نابليون أن جيشه الجرار مر على حارس روسي يحرث أرضه، ولم يعبأ هذا المزارع الروسي لا بنابليون ولا بجيش نابليون. تعجب نابليون، قال: أحضروا هذا المزارع. جيء له بالمزارع، قال له: أيها المزارع، أتعرف من أنا؟ فقال المزارع: ولا يهمني من أنت، يهمني عملي وحرثي، ولا يهمني أن أعرف من أنت. قال: أنا نابليون، جئت لغزو بلدك روسيا. فقال الحارث والمزارع: إذن أنت وغد حقير جاء لاحتلال بلدي. فغضب نابليون، قال: لأضعن على بدنك علامة ستظل تتذكرها طول عمري. احموا حديدة واكتبوا فيها نابليون واضربوها على كفه. جيء بالحديدة، احميت، ضربت على كف ذلك الحارث الفقير المزارع فماذا عمل ذلك الحارث؟ عمد إلى منجل وقطع كفه وأمسك بكفه ورمى بها في وجه نابليون وقال: يد خائنة لبلدي لا يشرفني أن أحملها. فقال نابليون مقولته المشهورة: من هنا تبدأ الهزيمة. يعني أول الهزيمة الهزيمة في الإرادة، وأول القوة قوة في الإرادة. وهكذا يحدثنا التاريخ أن جنكيز خان لما حاصر همدان المدينة الإيرانية قال لهم: ائتوني بأعقلكم. فجيء له بالرجل القصير الأقرع، فقال له جنكيز خان: أيها القصير الأقرع، إما أن الله قد سلطني عليكم فاخضعوا لأمر الله، وإما أنني قد تسلطت عليكم بقوتي فاخضعوا لمنطق القوة. فقال له الرجل القصير الأقرع: لا هذا ولا ذاك، لم يسلطك الله علينا ولم تتسلط علينا بقوتك. قال له الرجل القصير الأقرع: لا هذا ولا ذاك، ولكننا ضعاف نفوس فسلطناك علينا، ولو كنا أقوياء نفوس لما تسلطت علينا. إذن المنطلق قوة الإرادة. عيد الغدير ذكرى تجديد العهد والميثاق مع الوطن، تجديد العهد مع الإسلام، تجديد العهد مع ناموسنا. أنتم يا أهل الموصل لن يحميكم غيركم من الخارج، ستحمون أنفسكم بإرادتكم. إن حافظتم على الأمن والتعايش السلمي وأقر كل واحد منكم بحقه في العيش والتعايش السلمي، هذا العراق الذي هو من أقدم الحضارات في العالم قام على مبدأ التعايش السلمي بين الديانات والمذاهب والأعراق،
هكذا كانت أخلاق أهل العراق. فجاء الدخلاء وجاء الاستعمار عاملين بسياسة فرق تسد. حينما يفرقون بينكم سيستأسدون عليكم. وهنا قاعدة يعرفها الرعاة: إن الذي يخرج عن القطيع والشاة التي تنفصل عن القطيع هي التي تكون من نصيب الذئب. فحافظوا على وحدتكم، سر قوتكم في وحدتكم، وسر ضعفكم في تفرقكم وتشتتكم. إنها رسالة عيد قدير علي بن أبي طالب الذي أقصي عن الخلافة لكنه حافظ على الوحدة، وقال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين وإن لم يكن فيها جور إلا علي خاصة. يعني أتنازل عن حقي الشخصي من أجل الحفاظ على حق الأمة العام في الوحدة والسلم الأهلي. أقول قولي هذا وأستميحكم عذرا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر على الإطالة والاستطالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في هذه المناسبة الكريمة السعيدة، وهي مناسبة ذكرى عيد الغدير وتنصيب علي الأمير، هذا اليوم الذي هو من أشرف الأيام وأفضلها وأرفعها عند الله تبارك وتعالى، كيف لا وهو اليوم الذي نصب رسول الله فيه عليا عليه السلام خليفا، خليفة وحجة ووليا على المسلمين، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ففي هذه المناسبة الميمونة المباركة العطرة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا وولي أمرنا صاحب الزمان ومراجعنا العظام وعلمائنا الكرام والمؤمنين والمؤمنات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولايته والسير على نهجه وعهده إن شاء الله تبارك وتعالى. المؤمنون الموالون العلويون في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الأيام المباركة في مشارق الأرض ومغاربها وفي مختلف البقاع، في المساجد والحسينيات وفي كل الأماكن، المؤمنون في كل عام في مثل هذا اليوم يحيون هذه المناسبة المباركة العطرة، لأن إحياء الغدير إحياء للإسلام، إحياء للإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. إحياء الغدير فيه بيان للإسلام الذي جاء به رسول الله. في يوم الغدير، اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي فيه الإسلام دين، فالإسلام بلا غدير إسلام غير مرضي عند الله تبارك وتعالى. فنحن نحيي الغدير وذكرى الغدير وهذه المناسبة العطرة المباركة الميمونة، أولاً لأن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام أمرونا بإحياء الغدير، هذا أولاً. ثانياً، إحياء الغدير يمثل فيه بيان للإسلام الحقيقي، الإسلام المحمدي، الإسلام الغدير إن صح التعبير. في يوم الغدير وفي إحياء الغدير
فيه تمييز للحق من الباطل، فيه تمييز للإسلام الغدير من الإسلام السقيف، وإحياء الغدير يمثل المفتاح الحقيقي لحل الكثير والكبير من المشكلات العالقة بين المسلمين منذ ما يقارب 1400 سنة. المشكلات على الأصعدة الفقهية إن صح التعبير، وعلى الأصعدة العقائدية مشاكل وإشكالات واختلافات كثيرة على مستوى التوحيد، قد بل يوجد اختلاف بين المسلمين على مستوى المعاد، يوجد اختلاف على مستوى هل أن الإنسان مجبور أو مخير اختيار. نأتي إلى الصعيد الفقهي، مثلا الوضوء، كيف توضأ النبي؟ هل مسح على قدميه أم غسل قدميه؟ وهكذا في الأصعدة أو في الجانب الفقهي هنالك اختلاف في الجانب العقائدي وفي الجوانب الكثيرة. فالغدير، إحياء الغدير يمثل المفتاح لحل هذه المسائل العالقة بين المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، ونقول الله أكبر على إكمال الدين، الله أكبر على إتمام النعمة، الله أكبر أن رضي الله للإسلام دين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا هذا اليوم المهرجان المركزي الثاني بمناسبة يوم العيد الغدير الأغر، أقامته مؤسسة الشهداء في سهل النينوى، حيث أن يضم هذا المهرجان احتمال كرفال جماهيري كبير يشمل كل أطياف الشعب العراقي من كافة الأديان والقوميات، وكذلك الأطفال والنساء، ليعبروا أن سهل النينوى يعيشون في سلم وأمان، وأن هذا العيد عيد كافة الأمة الإسلامية، وليس هناك فرق بين مذهب ومكون آخر. وجئنا هنا نعبر على أن احتفالنا هذا اليوم يضم احتفال كل المسلمين أو كل العالم في هذا اليوم المبارك، ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. تدل على أن فرحتنا فرحة واحدة، تدل على أن كل الشعب العراقي يجمعهم هذا اليوم المبارك، ألا هو يوم عيد الغدير الأغر، يوم يعبر عن حبنا ولايتنا الإمام علي عليه السلام. اليوم حضرنا مهرجان المركز الذي يقيم بمناسبة عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر. اليوم أبناء محافظة نينوى بكل مكوناتها وأطيافها يشاركون هذا الكرنفال الإيماني الذي نصب فيه أمير المؤمنين إماما للمسلمين. إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا بأن نكون ثابتين على ولاية أمير المؤمنين، وهنا جموع الغافرة كما تشاهدون يجددون عهدا والولاء لأمير المؤمنين على ثبات على الولاية، وأن نسير فوق الخطى التي رسمه لنا أمير المؤمنين للإنسانية الجمعاء وليس لطائفة معينة، فالعلي لجميع الإنسانية وليس محسوم على طائفة معينة. نسأل الله أن بهذه المناسبة الكريمة أن يحفظ العراق والعراقيين، وأن يجعلنا من أتباع وأحفاء والنعوان أمير المؤمنين علي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم للشعب العراقي والأمة الإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة يوم عيد الغدير، يوم الذي نصب فيه الإمام علي عليه السلام وليا وأميرا للمؤمنين. بهذا اليوم المبارك سعداء جدا بحضور جميع مكونات سهل نينوى من الإزيدية والتركمان والشبك والكاكاية لحضور هذا المهرجان المبارك. نحن كاتحاد وطن كردستان اليوم شاركنا في هذا المهرجان، سألين الله أن يحفظ العراق وأهله وشعبه. اليوم رسالة أنه في سهل نينوى ومحافظة نينوى
ترجع كسابقها وبجهود أهلها وبجهود شعبها في سهل نينوى بتعاون مكوناتها في محافظة نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المناسبة العظيمة إحياء لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، حيث أحيا أبناء مدينة الموصل بمختلف مكوناتهم وسط مشاركة غفيرة تقدر بالآلاف. هذه المناسبة العظيمة عيد الله الأكبر، وهو خير الأيام وأفضل الأعياد تجديد العهد والبيعة والولاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ يجدد المؤمنون في مختلف البلدان في هذا اليوم المبارك الولاء والعهد لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، وهذه المشاركة الفعالة من المواطنين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم وبمختلف الأجناس والأعمار من النساء والرجال والأطفال هي رسالة إسلامية عالمية، هي رسالة للحفاظ على الدين الإسلام المحمدي الأصيل، خاصة ونحن نعيش حرب شعواء من قبل الاستكبار العالمي لترويج الأفكار المنحرفة، ترويج الأفكار الفاسدة وتهديم القيم والمعتقدات الإسلامية الأصيلة والفطرة الإنسانية السليمة. اليوم حث الشباب وحث الأطفال وحث النساء على التمسك بهذا المذهب العظيم، مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وحضورهم لهذه الأماكن المقدسة العظيمة هي بذرة خير وزراعة الطريق الأول نحو الهداية والصلاح، وتمسكهم بحبل الله المتين وصراطه المستقيم حبل أمير المؤمنين علي عليه السلام. نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، يا من تصدق بخاتمه راكعا إني رجوتك في القيامة شافعا، فلا يضاهي هذا العيد عيدا ولا يرقى يوم ليوم الغدير، جعلنا وإياكم من الثابتين على الولاية، وكل عام وأنتم بألف خير. ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، عسى أن نال رضاكم، نستودعكم وإلى اللقاء.